ستون يوما والنار تلتهم ثلث مساحة لبنان، دمار تاريخي غير مسبوق خلفته الصواريخ الإسرائيلية في مناطق الجنوب والبقاع وضاحية بيروت. من مستحيلات الواقع تقدير حجم الدمار والخراب والخسائر، خاصة مع التدمير الممنهج للقرى الجنوبية. بعض البلدات أمست ركاما خالصا، لكن أرقاما رسمية بدأ تداولها وصلت إلى 15 مليار دولار كقيمة إجمالية أولية للخسائر. الخسائر قدرها البنك الدولي لآخر تشرين الأول ب 8.5 مليار، ولكن الأعمال الحربية مستمرة بتشرين الثاني وقد تستمر بكانون الأول لنهاية العام. عم نتحدث نحن تقريبا عن 15 مليار دولار، علما أن وزارة الاقتصاد كمصدر رسمي بتتوقع 20 مليار، ولكن خلينا متحفزين، نحن تقريبا أمام 15 مليار دولار بين خسائر مباشرة ناتجة عن الدمار وخسائر غير مباشرة إلى علاقة بالقطاعات الاقتصادية. هو نمط تاريخي يعيشه لبنان كل حقبة، دمار ثم إعمار، فهل ما يزال المواطنون يؤمنون بالقيامة الحتمية؟ إعادة الإعمار هلأ حاليا بكير عليها، لسه ما خلصنا الحرب. إعادة الإعمار المساعدة بتيجي بعد الحرب مش بخلال الحرب حتى تنقصف. يعني اللبنانية المغتربين أنت وأنا هذا العامل المتعهد هلأ اللي بيساعد بيكون منقله شكرا. حرب عام 2006 توجت في النهاية بمشروع كبير لإعادة الإعمار ساهمت فيه دول الخليج، وتدفقت إلى لبنان مساعدات كبيرة. أما اليوم البلاد معزولة إقليميا ودوليا، وإعادة الإعمار ستكون مشروطة وفق مراقبين. النتائج التدميرية لهذه الحرب ممتدة في الزمان والمكان، طالما أن الرقعة الجغرافية للاستهدافات تتوسع، وطالما أنه لا أفق زمني لها، ما يجعل خسائر حرب تموز العام 2006 نزهة بما يحصل اليوم. ليال خروبي، اليوم بيروت.